اولا كنبغي نقول باننا رحنا علقنا هذا الوقفه الاحتجاجيه اللي كنا مقررين اننا نديروها امام البوابه الرئيسيه لملعب العبدي، احتجاجا على التهميش والاقصاء والحقره والظلم اللي كيتعرض لها الفريق النسوي من طرف مكتب المسير للدفاع الحسني لجهه كره القدم. التعليق ديال هذه الوقفه جاء بعد جلسة مطولة تقريبا واحد ساعة ونص ولا ساعة وربع مع جهات مسؤولة بالمدينة اللي ناقشت معنا الأمور وتفهمت الوضعية ديالنا، وكانت اتصالات مباشرة مع رئيس الفريق الدفاع الحسني الجديد لكرة القدم على أساس أنه هو غدا إن شاء الله الجمعة غادي يجلس معنا مع الخمسة من أجل مناقشة جميع الحيثيات والظروف ووضع النقاط على الحروف والخروج من هذا المأزق اللي توضعنا فيه احنا كاملين. من الأسباب اللي خلات هذه الوقفة تكون هو الظروف اللي أصبح كيعيشها الفريق النسوي رغم أنه كيحقق نتائج إيجابية، صعد القسم الوطني الثاني ودابا مؤهل للدور الربع اللي غيجريها الحد المقبل 27 اكتوبر 2017 من مدينه السطات ضد المنتدى السطاتي، وتراكمات بزاف المشاكل هي اللي خلاتنا باش ندير. المطالب ديالنا هي مطالب بسيطه، ان الناس يحاولوا ما امكن انه يوفوا معنا بالوعود اللي عطاونا الناس ديال المكتب السابق فيما يخص المصاريف التكلف بجميع المصاريف الخاصة بإجراء المقابلات لا داخل الملعب ولا خارج الملعب، في حين يبقى على العاتق ديالنا الرواتب الشهرية والمناح وما جاور ذلك، يبقى على العاتق ديال الفريق النسوي. وشكرا.